إنجاز الخط السككي مراكش أكادير للسيدات والسادة اللي هم حسامين الفريق الاستقلالي للوحداتي والتعادلية. تفضلوا سيد النائب محترم. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، السادة النواب والنائبات المحترمون. إن طولا انتظار إنجاز الخط السككي مراكش أكادير يسائلكم سيد الوزير عن أسباب هذا التأخر في إنجازه وما هو الزمن المحدد لإنجازه، وشكرا. شكرا، نجاوب لكم سيد الوزير، تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، سيدات والسادة النواب، شكر سيد النائب المحترم على هذا السؤال. بداية تنبغي نأكد أن وزارة النقل واللوجستيك تتولي اهتمام بالغ الموضوع توسيع شبكة السكك الحديدية ببلادنا. بخصوص إنجاز الخط السككي بين مدينتي مراكش وكادير، تنبغي نذكر أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قام بواحد الدراسة باش يعدد مخطط جد مهم على المدى المتوسط والبعيد. الهدف منه هو التغطية الكافة للتراب الوطني بشبكة سككية. هذا المخطط اللي أعطته الدراسة تشمل إحداث 1300 كيلومتر جديدة من الخطوط الفائق السرعة، 3800 كيلومتر من الخطوط الكلاسيكية اللي غادي يمكنوا من ربط 43 مدينة عوض 23 حاليا بالقطار. الربط السككي بين مراكش وكادير من أولويات هذا المخطط الطموح الذي من شأنه بالطبع أن يعزز التكامل الجهوي على الصعيد الوطني. في هذا الصدد انجز المكتب الوطني للسكك الحديدية مختلف الدراسات الأولية المتعلقة بالمشروع، خاصة منها دراسات البنية التحتية والهندسة المدنية وأيضا أشغال المسح الطبوغرافي. غير أن إنجاز هذا الخط تيتطلب تعبئة اعتمادات مالية مهمة تتقارب 50 مليار درهم، وتتبقى البرمجة الزمنية ديال المشروع مرتبطة بإيجاد الحلول المناسبة لتمويل المشروع، وذلك بتضافر جهود جميع المتدخلين. في الأخير تنبغي نأكد أن الوزارة والمكتب معبئين من أجل دراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمويل هذا المشروع المهيكل بما فيه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وشكرا. شكرا سيد الوزير المحترم. تعقيب السيد النائب، تفضلوا. شكرا سيد الوزير على بعض التوضيحات، ولكن اللي بغيت ناكد لك هو حنا في جهه سوس مسا راه في اول الثمانينات 1980 كانت اول دراسه على تيزينتاس على ولاد برحيل، وكنتسناو على اقليم تارودان، وكانوا الناس كيتمنعوا من البني مده 20 سنه تيقول لهم هنا راه خاص بمشروع السكك الحديديه. واليوم حنا في 2022 يعني 42 عام وباقي هذا الخط ما تنجز، اللي هو كيهم أربعة ديال الجهات، راه ماشي جهة سوس مسا، راه حيت تنقولوا الخط السكاكي مراكش أكادير، راه كنقولوا أربعة ديال الجهات، جهة تقول ميمودنون، وجهة الداخلة والذهب، وجهة العيون، وجهة سوس مسا، لأن المواطن اللي كيجي من الداخلة كيلقى التران في أكادير، راه بالتالي نقصتي عليه واحد العيب ديال إلا جا للدار البيضاء ولا الرباط ديال 900 أو 800 كيلومتر ديال المسافة، لهذا كيستوجب حنا في جهة سوس مسا. كنا اجتمعنا مع المكتب الوطني للسكك الحديديه في 2014 وقال لنا هذا المشروع غادي يخرج للوجود قبل من 2025. حنا اليوم في 2022 وباقي الله الدراسه الطوبوغرافيه، يعني كاين واحد التاخر ديال الانجاز كبير السيد الوزير، وحنا كنطلبوا منكم انه هذا المشروع الهيكلي اللي هو مهم لجهه سوس مسا انه يخرج للوجود، وشكرا. شكرا السيد النائب المحترم. هناك من تعقيب اضافي في الموضوع؟ تفضلي سيد النائب المحترمة. سيد الوزير، مازال كنلاحظوا بانه هناك ضعف في الوتيره ديال انجاز المخطط المديري للخطوط الفائقه السرعه، بالاضافه الى المخطط اللي جا فيه المحور الاطلسي كاين محور اخر اللي كيربط ما بين الرباط فاس وجده كذلك، وكنتمنوا منكم سيد الوزير التفاته لهذ القطبين ديال فاس الرباط، لانه فعلا فاس الرباط كيحتاج منا واحد الخط فائق السرعه، وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. هل من تعليق إضافي آخر في الموضوع في نفس القطاع؟ لا يبدو. سيد الوزير عندك ما تضيف؟ شكرا. إذا